الوقت ما على حساب السفير السنغالي يلقي كلمة أعضاء السفارة أو السفارات المتعلقة الموجودة هنا للترحيب بكأس القرار. لأنني لا أمثل هذا المكان الذي تبقى
هنا وأعتبرها شكلة الناس الإسلامية ذلك الموضوع دولية عاصمة في هذا المكان. وفي هذا المقام من هذا المنبر كانني لا أجد أبدا من آيات الله في القرآن الكريم التي تدعو تعايش السلم بين كافة البشر في هذه الحياة. وفضلت منها بداية سورة الفجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم بذات الصدور. هذا ستقال التوتر الأخوة الأعزاء، لا أريد الإطالة أكثر من ذلك، أتيح الفرصة لكم لاستقبال الصلوات القداس. وفي هذه المناسبة أتمنى الشكر لكم جميعا وأبناء الجاليات المصرية والجاليات الأخرى التي اعتز بها كثيرا والتي اعتبرهم خير سفراء وخير سفراء في مصر. وأخيرا أقول لكم: تحيا مصر، تحيا مصر.